Hello, this is teacher Ella. Please open your book, your book page 13. هلأ هون في عندي الجزء الثاني من الجرامر للوحدة الأولى. رح أبدأ بالقاعدة الأولى اللي هي قاعدة الفيوتشر. الفيوتشر اللي هو المستقبل. هلأ قاعدة الفيوتشر بتحكي لي رح أستخدم will مع الفيرب، طبعا الفيرب بضل زي ما هو، أو رح أستخدم verb to be مع going to plus verb. شو هي verb to be؟ اللي هي as أو am أو are حسب السبجكت، مع going to مع الفعل زي ما هو. هلأ امتى بستخدم ال will وامتى بستخدم ال going to؟ طبعا الfuture بشكل عام بستخدمه لما أشوف أي إشي بدلني على المستقبل، أي إشي ممكن مثلا tomorrow غدا، أو next week، next day، next year. ممكن نحكي on Saturday، on Saturday يعني يوم السبت، يعني لسه ما اجى يوم السبت، انا عم بحكي عن اشي بالمستقبل. طيب لما ما يكون في عندي keyword رح حسب المعنى رح استخدم ال future. طيب بالنسبة لل will بستخدم ال will لما يكون في عندي قرار مفاجئ او قرار عفوي، اما بالنسبة لل going to بستخدم ال going to لما يكون في عندي تخطيط مسبق او يكون في عندي دليل على كلامي. شو يعني؟ هون في عندي John is going to be a doctor. ليش حطيت going to ما حطيت will؟ لانه John اكيد مخطط انه هو بده يكون دكتور، فمعناته الجملة اللي فيها بلاقي فيها plans تخطيطات رح استخدم فيها is going to be. زائد look at those black clouds it's going to rain. انظر الى هذه الغيوم السوداء انها سوف تمطر. طيب معناته انا هون شو بحكي؟ هون عندي it's going to rain. ليش حطيت it's going to rain؟ لانه هون في عندي دليل على كلامي، انا ما قررت قرار مفاجئ ولا حكيت كلام عفوي انه هي الدنيا رح تشتي، لا انا كان عندي دليل، انا حكيت انه الدنيا رح تشتي بناء على دليل، عشان هيك استخدمت ال going to. طيب هلأ بالنسبة للpresent perfect simple، الpresent perfect simple بستخدمه لما بدي أحكي عن حدث صار في الماضي، يعني صار في فترة غير محددة في الماضي، يعني إنه إشي استمر في الماضي لكن في فترة غير محددة. يعني زي في عندي my cousin has been to Australia، كان موجود بأستراليا يعني لمدة معينة، مش كان وخلص مثلا، لا كان موجود قعد مدة وبعدين راح، يعني كان موجود فترة معينة وبعدين خلص، يعني فترة معينة غير محددة. طبعا في عندي keywords بتدلني على ال present perfect اللي هي yet, just, ever, never. طبعا ال present perfect بحكي لي have أو has مع الverb 3. كيف بكتب ال present perfect have أو has مع الverb 3؟ في حالة النفي haven't verb 3 أو hasn't verb 3. في حالة السؤال رح أحط ال have قبل ال subject. Have you read or has Joe ever been to America؟ طبعا بالسؤال yes I have, no he hasn't، وهيك no he has never، sorry. طيب هلا بالنسبة لل present perfect continuous، the present perfect continuous شو بيفرق عن the present perfect؟ هلا the present perfect بحكي لي عن حدث صار في الماضي لكن صار لمدة معينة، استمر لمدة معينة ووقف، لكن the present perfect continuous حدث صار في الماضي لكن مستمر لحد الآن أو نتائجه مستمرة لحد الآن. طبعاً الكيوردز للpresent perfect continuous since وfor. كل ما أشوف since وfor راح أحط لpresent perfect continuous. لpresent perfect continuous بحكي لي has أو have مع been مع الverb ing. has been playing أو have been playing. تمام. نشوف الجملة الأولى هون كاتب لي Joe has been playing. اخترت لpresent perfect continuous ليش؟ on his computer for hours. لأنه في عندي فور، ولأنه أصلاً الجملة بتحكي لي عن إشي صار في الماضي ولكنه مستمر لحد الآن، إنه جو قاعد بلعب على الكمبيوتر تبعه لمدة ساعات، لساته لهلأ قاعد بلعب. Lisa's eye are red. عيون ليزا لونها أحمر. I think she's been crying. أنا أعتقد أنها كانت تبكي. طيب هنا في عندي حدث صار في الماضي ونتائجه مستمر لحد الآن، إنه هي كانت تعيط لكن نتائج هذا الفعل اللي هي عينيها لونهم أحمر. فهون ما عندي keyword لكن أنا استخدمت the present perfect continuous لأنه الجملة بتدلني على إنه في حدث صار في الماضي ولكن نتائجه مستمرة لحد الآن. Okay, listen and read. Hello everyone. مرحبا جميعا. Come and sit down. اجلسوا and take one of these leaflets. Tell me, أخبرني. Have you enjoyed your week in New York؟
هل استمتعت بوقتك في نيويورك؟ ليش هون استخدمت الـ present perfect اللي هي have مع الـ verb 3؟ لأني أنا قاعدة عم بسأل عن إشي صار في الماضي واستمر لمدة معينة في الماضي، ما استمر لهلأ، هم كانوا بنيويورك. تمام؟ have you enjoyed؟ استخدمت الـ have، بعدين الـ subject، بعدين الـ verb 3. شو بجاوبوا؟ oh yes it's been absolutely brilliant. هون الـ it's هاي، اسمع الكومة اختصار للـ has. أنا سألت بالـ have مع الفيرب 3، رح اجاوب بالهاز مع الفيرب 3 لاني بحكي it. اذا استخدمت بالسؤال present perfect رح اجاوب بالpresent perfect. has been، been اللي هو الفيرب 3 للفعل be. طيب روس بحكي we have been sightseeing and taking photos، يعني احنا كنا قاعدين بنعمل sightseeing و taking photos. ليش هون استخدمت present perfect continuous؟ لاني انا عم بحكي عن حدث صار في الماضي ونتائجه مستمرة لحد هلا. انا كنت اخذ photos، التقط الصور، والصور لحد هلأ معي. تمام؟ طيب I'm judging by all those back you have been shopping to، يعني ونظرا لكل هدول الشنطات اللي معكم انتو كنتوا بتعملوا shopping. برضو هون استخدمت الـ present perfect continuous لانه في عندي نتائج مستمرة لحد هلأ. انا عملت shopping لكن لسه نتائج موجودة، انا لسه هاي الحقائب معي. Well, you've been here for a week and I know you've made lots of new friends. انتو صنعتوا الكثير من الأصدقاء هناك. هون استخدمت الـ present perfect have مع الـ verb 3 you have made لأنه الإشي صار في الماضي في فترة معينة. طيب next week you will be، هنا next week دلتني على المستقبل، إذا استخدمت you will be back home. back home تمام. هلا هون استخدمت will مش going to لانه هو قاعد عم بحكي هيك، بحكي كلام عفوي، ما في عنده دليل، ما في عنده تخطيط. لكن هون ايش بحكي؟ but I know، لكن انا بعرف. you are going to stay in touch with each other because I am giving you a job to do. ليش هون اخترت ال going to مش ال will؟ وين الدليل؟ هاي الدليل. الدليل انه هو بده يعطيهم مهمة يعملوا فيها، عشان هيك هو عارف انهم هم رح يكونوا stay in touch، رح يكونوا على تواصل. اذا هو ما حكى كلام عفوي، حكى كلام بناء على دليل. you are going to create a website، هذا تخطيط، هو قاعد بخطط لهم انه انتو رح تعملوا website where young people all over the world will be able to talk، يعني رح يكونوا لديهم القدرة انه talk together، يتعلموا مع بعض. You will find more details، رح توجدوا العديد من التفاصيل that I've just given to you. هي في عندي هون كلمة just اللي هي keyword للـ present perfect اللي هي have مع الـ verb 3 have given. طيب كلمة yet برضو للـ present perfect، برضو have مع verb 3 لكن هون نفي، صارت haven't seen. seen اللي هي الـ verb 3 للفعل see. there has never برضو هون في عندي الـ present perfect has مع الـ verb 3 been، الـ verb 3 للفعل be. there has never been a website. اوكي هلأ الـ activity book page number 9 exercise 1 complete the sentences with well and the verbs in the box. يعني رح استخدم الـ well. حكينا مع الـ well الفعل بضل زي ما هو. the students will a new international website will create، رح يعملوا a new international website. Will create. When they get home، لما يلجوا على البيت، they رح يضلوا in touch. They stay. They will stay in touch. Each team with another will work with another. كل فريق سوف يعمل مع الآخر. All students، ضلت عندي كلمة share. Will share، سوف يشاركوا information، يشاركوا المعلومات above the four subject areas. هلا exercise number 2 finish the sentences with going to. رح استخدم ال going to، رح أكمل الكلمات بأفكاري أنا. طيب creating the website، صنع الويبسايت أو ممكن نحكي إنشاء الموقع. هلا creating the website رح أعتبرها مفرد لأنه إنشاء الموقع مفرد. is، ما رح أحكي is going to be hard، مثلا إنشاء الموقع سوف يكون صعب. creating the website is going to be hard. teams from around the world، teams الأفريقا من حوالين العالم، ممكن أحكي إنها سوف تتواصل معنا، رح أحكي is are going لأنه teams جمع. are going to connect with us، are going to connect with us. طيب look
here's Professor Brown. انظر هذا Professor Brown. He سوف مثلا سوف يأتي للتحدث معنا. He is going to come and talk with us. He is going to come and talk with us. هون أنت رح تكمل بأفكارك. أنت جملة من عندك. There is so much traffic on the road to the airport that we هناك العديد من الأزمة الكثير من الأزمة في الطريق للمطار اللي إحنا that we رايحين عليه. That we are going to go. That we are going to go. طيب. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the present perfect simple. The present perfect simple حكيت اللي هو will have, will has مع الverb 3. The students are in New York. They some interesting people there. يعني هم شافوا interesting people هناك. إذا رح أختار كلمة meet. They رح تاخد have والverb 3 لميت met. طيب هلأ Holly just a new dress but she not it yet. عندي yet وعندي just هدول keywords لpresent perfect. لpresent perfect بحكي لي have وhas مع verb 3. هولي اختارت فستان جديد لكنها لم تشتريه بعد. إذن رح أحكي هولي has. هولي بتاخد has. just choose. شو الverb 3 من choose? chosen. هولي has just chosen a new dress but she has not bought it yet. الverb 3 للbuy bought. طيب you ever this film. طيب كلمة ever بدلني على present perfect. present perfect has have مع verb 3. إذن رح أبدأ السؤال بالhas أو الhave. you رح تاخد have. have you ever this film. have you ever see. هل عمرك رأيت هذا الفيلم. شو الverb 3 من see. seen. have you ever seen this film. طيب I never رح أحط I رح تاخد have. I have never Chinese food. eat رح تصير eaten. I have never eaten Chinese food. تمام هون عندي write sentences use the present perfect continuous. بدي استخدم the present perfect continuous اللي هو have أو has been مع الverb ing. passengers wait half an hour. إذن رح أحكي passengers رح يأخذوا have ولا has. have. passengers have been waiting half an hour. طيب number two Joe's looking tired. Joe's looking tired. هون في عند revise since exam. طيب هلأ رح أختار بالpresent continuous have أو has مع been مع الverb ing. رح أحكي he has been revising. He has been revising since exam. طيب the students are excited وعندي discuss a new project معناته رح أحكي they have been discussing the new project. They have been discussing. We want to stay in touch. Exchange وعندي email address. We want to stay in touch. We have been exchanging. We have been exchanging email address. طيب هلأ في عنا الجرامر إكسترا page 127. هلأ نفتح الكتاب page 127 على الجرامر إكسترا. في عندي make والdo. هلأ هون رح أحفظ وين باخد make وين باخد do حفظ. هلأ في عندي كلمة announcement, pronunciation practice وعندي change, copy وresearch. هدول الكلمات رح أحفظ بيجي معهم make ولا do. Professor Brown is going to make an announcement. إذا announcement رح أحفظ إنه بيجي معها make. pronunciation بيجي معها do. do more pronunciation. changes رح يجي معها make. make any changes. make changes. برضو copy رح يجي معها make. make a copy. make a copy. أما research رح يجي معها do. do research. نرجع نعيدهم كمان مرة. make announcement, do pronunciation, make changes, make copy, do a research. هدول حفظ. طيب هلأ بالنسبة للإكسرسايز نمبر 5 هذا عن make والdo اللي أخذناهم هلأ بالجرامر إكسترا. عندي practice, announcement, copies, research. listen carefully. I need to an important announcement. رح أحط هون announcement. announcement حكينا بتاخد make. make an important announcement. Professor Brown enough of the leaflet of all students. حكينا انه Professor Brown عمل copies. رح احكي copies بتاخد معها make. Professor Brown make enough copies. make enough copies.
Has George his piano yet? رح أحكي عن كلمة practice. Practice بتاخد معها do. Has George do his piano practice yet? The students will into four board subject areas. رح نحكي إنه بيعملوا research. رح نحكي إنه بيعملوا do research into four broad subject areas.